أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. بداية جديدة لحياة الإنسان ببساطة تعني التخلص من الماضي بالإحباطات، بخيبات الأمل، بالفشل، سواء هذا الفشل كان على صعيد الحياة الاجتماعية أو المهنية أو حتى الزواج. وخير نموذج على البداية الجديدة هو الحج. احنا حابين نتكلم اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم بالاستوديو. احنا معنا المحلل النفسي الدكتور هاني الغامدي. سعد مساك. اهلا وسهلا بك يا خلود، كل عام وانتم بخير وكل من يشاهدنا في هذا اليوم المبارك ان شاء الله. ان شاء الله عيد علينا وعليكم بالخير والبركه واليوم يا رب. باذن الله باذن الله. كل عام وحضرتك بالف خير. وحقيقي انا شايف الموضوع ده يعني جاف وقته. يمكن كثير ناس حابه تبدا صفحه جديده بحياتها، وعمليه بدايه صفحه جديده بحياه اي شخص يمكن تكون يبغى لها شيء كده، صدمة، هزة بحياة الإنسان عشان يقدر يبدأ حياة جديدة. لكن خلينا نتكلم البداية، جزئية التغيير. حلو. البداية الجديدة فين موجودة بالإنسان؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خلينا أقول بدل كلمة الصدمة خلينا أقول نحتاج إلى وقفة. فالحج وقفة. الإنسان من خلال يومه عنده 5 وقفات، يعني مع الانتراكشن والتفاعل تبعه في قضايا يومه الحياتي من كثير من المهام يحتاج إلى الوقفات. الإجازة دي اللي بياخدها شوي نوقف أمام المولى عز وجل، يعيد صياغة الأمور، يهدي النفس شوية، يرتب أموره مرة ثانية، يدخل إلى قالب روحاني يخرج منه لإعادة استصدار قرارات مختلفة. هذا على مستوى اليوم. مستوى الأسبوع عندنا الجمعة بالمحاضرة اللي احنا بناخدها، وأنا حقيقة لي فلسفة كبيرة في هذه الوقفات، وكثير من حديثي كان عن هذه الوقفات فيما يخص جزئية التغيير. إذن على مستوى اليوم عندي 5 وقفات، على مستوى الأسبوع عندي المحاضرة اللي أنا باخدها عشان أعيد ترتيب أسبوعي القادم، عندي على مستوى السنة اللي هو التريننج الطويل أبو 30 يوم اللي هو رمضان والتجهيز الروحاني له عشان أكون نويت النية للإصلاح العام وأصفي أمور حياتي بما يخص وقفة عرفة، وبالتالي يرجع الإنسان حسب وعد المولى عز وجل كما ولدته أمه. إذن لو نظرنا إلى هذه الفلسفة أو هذه الفلسفة الربانية من خلال هكذا وقفات، معنى ذلك أنه الإنسان يحتاج إلى وقفة. أديني إجازة لمدة يوم، أديني فاصل، أديني تك، أديني بداية. إذن التغيير لا يمكن يأتي من دون وقفة كما حضرتك ذكرت، أو يمكن أنا أقصد أو صدمة. ممكن صدمة. ممكن تكون صدمة، يعني ممكن هذه الصدمة تكون جاية إيجابية أو سلبية. صحيح، هي كلها خير على فكرة يا أخي. نعم. ما في شيء من المولى عز وجل إلا ما يكون خير. حتى لو أنا شفت أنه ما هو خير اليوم إلا ما يكون خير، حتى لو شفت فيه كل التعب، كل الألم، كل الأمور اللي ممكن أنا ما أستسيغها اليوم إلا إنها هي خير لبكرة يقينا. إذا سبحان الله العظيم زي ما تفضلتي، إما صدمة خبطة قوية أوقف فجأة، إما الوقفات الطبيعية اللي موجودة في حياتنا ومن ضمنها وقفة الحج سبحان الله العظيم. أكيد. طب دكتور، أكيد نية التغيير تأتي من إحباط، من فشل، من مشاكل كثيرة بالحياة، من إعاقات، صعوبات، أشياء كثير. خلينا نتكلم عن جزئية الفشل. الفشل يا دكتور فين بيكون موجود في الإنسان؟ خليني أغير كلمة فشل إلى تجربة غير ناجحة لو جاز التعبير مثلاً. بدل ما أقول كلمة فشل، ولو أنه على فكرة كلمة فشل إحنا اللي كبرنا قيمتها شوية وخليناها كلمة مرعبة. صح. الفشل على فكرة هو ليس شيء مدمر. الفشل اليوم اللي ربي كتبه علي لو أخذناها بمعنى كلمة فشل، أنه الحمد لله أنه جاني اليوم بدل ما يجيني بكرة. اليوم لما جاني هذا الفشل بمعناه السلبي اللي أنا بقول عنه أنه تجربة غير ناجحة على سبيل المثال بتغيير الصيغة إلى صيغة إيجابية، بغض النظر إيش ما كان الأمر، إلا أنه من فضل الرحمن هو حصل اليوم ما حصل بكرة. طيب إيش معنى جاء اليوم؟ طب إيه الحكمة أنه جاء اليوم؟ طب أستفيد إيه بكرة؟ بكرة ربي حيعطيني قضايا أكبر عشان نتيجة أكبر. اليوم كانت أحد المقولات اللي أنا برسلها بشكل يومي. تمام. كانت فيما يخص هذا الجانب، أنه كيف أن الإنسان سبحان الله العظيم يستفيد من اللي ربي قدره عليه اليوم. يقينا هو درس وتمرين لعضلات النفس عشان بكرة ربي حيخليك في موقف له نتيجة أعظم، له نتيجة مؤثرة أكثر على مستوى رعيتك، على مستوى الأمة قد يكون. إذن اللي أنا بتدرب عليه اليوم، اللي أنا بواجهه اليوم هو تجهيز لبكرة دائما. فقط أحتاج إلى تغيير الجزء الخاص بقبولي. أنا دائما أقول العقل هو الجهاز الغبي الذكي، إيش ما حطيت فيه حيوديني في هذا المسار. فلو أخذت جملة سلبية على سبيل المثال وقلت والله هذا الأمر أنا لا يروق لي، هذا الأمر أو والعياذ بالله قد يصل بالبعض أنه ليش يا ربنا وليش تكتب عليه كده، وكأنه في مساءلة ومخاصمة مع المولى عز وجل بكل أسف، ويصل البعض بكل أسف إلى أنه هو يواجه مولاه ويواجه ربه بهكذا صيغة
إعلانا منه بأنه أنا مش قابل هذا القدر، لأنه هو لم يرى الزوايا الأعظم. هل يعقل بأن يكون المولى عز وجل أرحم من نفسك عليك؟ يقينا لا، المولى أرحم عليك من نفسك. مهما كنت أنت رحيم بحالك وكنت بتحاول أنك تكسب قدر المستطاع أمور تتماشى مع رغباتك، تمنياتك، أفكارك، طموحاتك، إلى أن المولى أعلم بما هو خير لك. إذن طالما أنا حطيت هذا الجانب في حياتي، يقينا لو قبلت بما قدر الله علي اليوم فهو خير. وزي ما تفضلت ربنا أكيد أرحم مننا. صحيح. على علينا أنفسنا. نعم. بالضبط بالضبط. طيب دكتور، يعني خطوات، أنا مثلا إنسانة أبغى أتغير أكيد، أو أبغى أبدأ صفحة جديدة بحياتي أكيد، الموضوع ده ما يبغى له عشوائية أو عشوائية ببدايته، يبغى له خطة، يبغى له تفكير، وزي ما حضرتك هي بتبدأ مع وقفة. صحيح. لكن في جزئية كمان مهمة مع الوقفة، إذن قلنا أول شيء وقفة، في شيء ثاني، كيف أتخلص من الأشياء اللي بتجري ورايا في الماضي؟ كيف أتخلص من فشل؟ كيف أتخلص من طعنات؟ كيف أتخلص من جروح؟ كيف أتخلص من ماضي بيلاحقني ذكرياته موجودة في كل مكان؟ عظيم جدا. أنت من يقرر هكذا نوع من التغيير، زي ما نقرر فجأة أبغى أتوقف عن التدخين، أبغى أغير وزني بين قوسين تمام، أو لأي أمر من أمور الحياة. إذن بالتالي يوم ما أنا أقرر بأنه أنا يجب أني أتوقف عما مضى، هي عملية استحضار في العقل. كل من يشاهدنا الآن يجب أن يستحضر في عقله التغيير الآن، بغض النظر إيش ما كانت القضية، مع زوج، مع زوجة، مع أبناء، مع قضايا مالية، مع أمور حياتية، مع عدم رضا، مع كيف؟ بأنك فقط تجلسي مع حالك فكر شوية. ترى على فكرة موضوع التأمل فيما هو عليه النعم من حولنا، والخروج إلى بعد عن الحياة بركعتين في جوف الليل، والتحدث مع المولى عز وجل بما هو عليه الأمر مما قدر علي من نعم وأقدار قد إني لا أرغبها، هي هذه الجلسة اللي احنا نحتاجها. عملية بسيطة، عملية فيها تأثير عقلي جبار، فيها تأثير نفسي جبار. إشكاليتنا إنه احنا ما بنسويها. احنا إيش اللي بنسويه؟ بنصبح وبنمسي وبنفطر وبنتغدى وروح العمل ونرجع ونتكلم ونروح ونجي ونسهر وبنشوف الأمور. طب ما صار التغيير؟ والله أنا حامل رجيم، والله أنا حابطل تغيير، ما صار التغيير، ما حصل التغيير. التغيير يحتاج إلى وقفة، أبسط وقفة فقط، وهو تمرين بسيط. وجربوها، جربوها يا جماعة، اجلس مع نفسك لمدة سويعات. أفضل وقت ممكن الإنسان يجلس مع نفسه بعد ركعتين في جوف الليل، والله كل أسس التغيير اللي يحتاجها في حياته يستطيع بقدرة الله بعد ديك الجلسة بأنه يكتشف أن هناك أمور عجيبة حصلت، ومن ذاك الوقت يبدأ التغيير حسب قوة الرغبة. إذن أول خطوة هي التأمل، الانفراد بالنفس. الانفراد بالنفس. نعم. ثم الانفراد بالنفس لحصر ماهية النعم الموجودة، ماهية النقطة اللي أبغى أقفز لها، التفكير بالنعم طبعا بالبداية. أكيد. لأنه هذه قاعدة أولية وأساسية. إذا أنت كنت من الأشخاص يقول أنا ما عندي ولا نعمة، أنا فقير، وأنا ما جاني الشيء اللي استحقه، وأنا إنسان محبط، وأنا إنسان الناس بتأخذ مش عارف مين أحسن مني، وأنا وأنا وكلها رسائل سلبية، نرجع للعقل اللي بنقول عنه يأخذ الأمور بسلبيتها وإيجابيتها. إذا أنت من يدخل هكذا رسائل للعقل، الأمر قد يكون يقول لك يا عمي قرينا الكلام ده في كتب كثير وسمعناه في شوية دورات وهو كلام فاضي بيقولوه بعض المدربين. أنا ما لي علاقة بالمدربين، أنا لي علاقة بأمور تطبيقية. كثير من القضايا اللي بتجيني فيما يخص التغيير على مستوى الوضع الاجتماعي، زوج وزوجة، الجزء التربوي، أبناء، على مستوى الشخصي، هكذا أمور تحتاج إلى وقفات. الإشكالية فينا إنه إحنا نبغى الأمور تتغير وإحنا عايشين في هكذا خضم أمور، بهكذا أمور بنتفاعل معها بشكل تلقائي، ونبغى ده التغيير يجينا وكأنه كده سحابة تهبط علينا وتمطر علينا هكذا أفكار إيجابية. الأمر ما يجي بهذه الطريقة، الأمر يجي وأنا قلتها بأفضل طريقة، ركعتين في جوف الليل، احصر هذه النعم، عندك اليقين للتغيير، ابدأ بعد ذلك الوقت وبقدرة المولى عز وجل ستكون معان وستتغير الأمور من خير إلى خير. يبدأ التغيير من الاقتناع التام أو الإصرار التام بالتغيير من قرارة النفس؟ طبعا الأساس هو أنا، إذا أنا قررت بأنه أنا أتغير اليوم يا خلود، فمعنى ذلك سأبدأ تطبيقيا، هي قوة قراري فقط، هي في العقل. كل الأمور تتم في العقل، كافة أمور حياتنا تتم في العقل، أحاسيسنا، مشاعرنا، طموحاتنا، تطبيقاتنا، وصولنا لأهدافنا، اختراعنا للأهداف، القربة من المولى عز وجل، البعد عن المولى عز وجل، كله هنا. أنا من يقرر ماذا أريد. طيب خلينا أرجع مرة ثانية لمناسك الحاج. أحيانا الحاج، كلنا بشر يا دكتور، كلنا بنخطئ، كلنا فينا سلبيات، فينا إيجابيات، ما إحنا ملائكة بالنهاية. بالتأكيد. لما بنوقف
في هذه المشاعر المقدسة. الحاج لما بيوقف بيفكر أول شيء، بيكون مختلط عليه الأمر لكن هو يبغى يتغير، مشاعر الندم بتدخل، مشاعر الشكر بتدخل، مشاعر الفرحة، مشاعر الحزن، إيش اللي بيصير؟ اللي بيصير هي صدمة عاطفية. أنا أنت لما تتكلمي قشت قشعر بدري، لأنه تذكرت اللحظة اللي رفعت فيها لرمي الحصى في أول يوم. لا إراديا، مجرد أني رفعت يدي أنا انهرت بكاء. لا اله الا الله، ليش ما اعرف انا حتى يعني الان متاثر بالموقف، فاتذكر ذلك الموقف قبل كم سنه. بانه طب انا ليش انهرت في ذاك الوقت؟ هو ترميز بانه انا الان انهي هكذا ذنوب، انا اطلق على هذه الذنوب بيدي انهائها، والتوقيت اللي ربي كتب لنا اياه في هذا اليوم العظيم اللي هو يوم وقفه عرفه والجمرات وخلافه، من هكذا مشاعر، من هكذا امور، هي مشاعر وهي ايضا مشاعر ونمثل على المشاعر. فبالتالي اذا ما خرجت من هكذا موقف، من هكذا يعني فرصه للتفاعل مع هذا الجو الروحاني بالتغيير الجذري، فمعناته عندي اشكاليه. وصف لي هذه الخلطه، المشاعر هذه ايش؟ المشاعر هذه امر يطغى على 50% 10% 3%. اعتقد 20. انه اعتقد انه المشاعر هذه لا يمكن وصفها غير لما تعيشيها في ذلك الموقف. مثل ما انا اقول لا يمكن ان استشعر الخشوع مع المولى عز وجل غير لما انا اعيش هذا الموقف. العمليه ليست عمليه تطبيقات لكثير من الامور، احنا يجب ان احنا نحتضن هذه الامور روحانيا حتى على مستوى التغيير. لا يكفي بان انا اقرا كتاب، لأن قراءة الكتاب هي لا تعني تطبيقي، إنما مجرد أن أنا أبدأ بتطبيق هذا الأمر من خلال أعود مرة ثانية صلاة فيها ركعتين، فيها تجهيز روحاني، فيها استحضار لهكذا أمور من حولي، فيها حصر لهكذا نعم موجودة، فيها رغبة بالتغيير، ومن هنا تقبل النفس ويبدأ العقل بالتفكير إيجابيا، ثم تنطلق إلى التطبيق. هذه بالترتيب يا دكتور، لأنه للأسف إحنا عندنا لا بشر، بلاش نعقد الأمور، بلاش نعقد الأمور، لأنه العشوائية دكتور أحيانا ما بتوصل إلى نتيجة. ممكن شيء على شيء، مبدأ على مبدأ، يخلي الإنسان يتأخر في عملية التغيير. Take it more easy، خلي الأمور سهلة أكثر. بلاش عملية الحرفنة في التطبيق كثير من الأمور اللي بنقراها ببعض الكتب وبعض الأشخاص اللي بيجوني. لا أنا قبل، يعني حتى على مستوى الدين، حتى على مستوى الحج، كثير من الأمور قدم وأخر ولا حرج، وافعل ولا حرج، وهكذا كان هو نهج الرسول الله مصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في كثير من الأمور طب ما هي أمور تطبيقية مع الرب، طب ليه ما كانت بحذافيرها نبغاها واحدة زائد واحد يساوي اثنين؟ طالما هي ضمن الإطار العام لهكذا أمر بالنية الصادقة أنه أنا أفعل هذا الأمر لوجه المولى عز وجل على مستوى التطبيق في الحج، هكذا هي أمور حياتنا، نأخذها بسهولة أبسط، بلاش نتشنج فيها كثير، بلاش نتكلم في امور لازم نطبقها ولا ما نفعت معايا الخلطه دي، الامور اسهل بكثير مما احنا نتوقع. نطلق لمشاعرنا حريه التعبير، حريه انا اعتقد انه في نقطه مهمه بدون قطع كلامك، عودوا الى التامل، عودوا الى التامل، التامل من اهم النعم على فكره، التامل حتى من افعال الانبياء. يعني كثير من الانبياء، كثير من الصالحين، يكفيني انه انا اروح الى بحر، الى البر، الى كثير من الامور، يكفيني وانا استحضر النعم اللي موجوده في حياتي. احنا مشغولين يا خلود، احنا بننام ونصحى وبنطلع وبننزل ونروح ونجي شغل وشغالين شغالين، ونهايه اللي بعد كم شهر نكتشف ان احنا ضايقين صدورنا، مش عارف حصل فيها. طب هل وقفت مع نفسك شويه عشان تستحضر كم من النعم موجوده عندك، كم من النعم موجوده عندك، كم من الامور اللي على فكره انت جالس فقط انك تنظر للغير وناسي قد ايش ربي اكرمك؟ اوقف، حاسب نفسك، حط لائحه النعم دي عشان تستشعر قد ايش ربنا اكرمك، وبالتالي تعتبر قاعده اساسيه للانطلاق لجلب الاكثر. اخر سؤال دكتور بشكل مختصر وسريع، العمر له علاقه بالتغيير؟ ابدا ابدا. طالما عندي عقل فاعل، طالما عندي ادراك واسع، طالما مرنت نفسي على قبول التغيير من خير الى خير، الله لا يغير علينا، لا الله يغير علينا ان شاء الله الى الخير، الله يغير علينا بالخير والى خير، بلاش نتقوقع في جزئيه محدده ونقول انه هذه هي حياتنا وانتهى الموضوع، لا ربنا دائما يحب انك انت تستشعر النعم، وهو معطي، وهو دائما جزيل النعم، بحيعطيك، انت اطلب، بس خليك جاهز انك انت تقبل، وخليك جاهز انك انت تطلب من المولى عز وجل، وبالتالي يبدا التغيير من خلال وجود المولى عز وجل داخل هكذا احاسيس ومشاعر ضمنيا خلال تطورك من طلب الى طلب بالخير عليك بقدرة أكيد. الله. وهي دكتور زي ما تفضلت وذكرت كمان، هي تبدا من قرار الانسان اذا قرر انه هو يتغير للافضل، ودائما زي ما قلت ان شاء الله احنا نتغير للاحسن وللافضل ان شاء الله. ما اجملها من ما يكون عندي وقفه زي الحج، زي بدايه سنه، فرصة. زي اي مكان، اي مكانت من الامور، اجعل من اي من وقفات الحياه هي بدايه للتغيير الى الافضل بقدره المولى. باذن الله باذن الله. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه يا رب، ولقانا ان شاء الله الاحد القادم على خير باذن الله. شكراً. باذن الله. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقرات بسيدتي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.
في سيدتي بعد الفاصل. الفنانة دينا محمد في ضيافة برنامج سيدتي.